ايمان حنا كنطالبوا بالترخيص ديالنا، حنا اصلا ديجا كنا كنخلصوا، فرضوا علينا واحد القانون وجدناه مشاهدينا الكرام، مشاهدين من مباشرة من مدينة الرماني. كيف كتشوفوا الأرباب ديال الشاحنات ديال جامعة الغوالم اللي صورنا معاهم سابقا بالغوالم، هما وصلوا حتى لمدينة الرماني في مسيرة كانوا متوجهين نواحي عمالة إقليم خميسات. هي 6000 سنين. شنو قلتي لي يا خويا؟ مشدود لي أنا كيميو راه في الرمان، راه في المغشوش مشدود، هذه 6 سنين. هو تيرشا كيبدا الرملة على الرملة ومخلص على الترخيص، مخلص قانون 50000 فرنك المترو وراه مشدود ما دايروا معايا تحل. ايوا هادشي اللي كاين. ها الثاني الثاني راه مشدود بيني ديال واحد السيد اخر راه تاوقع معاه، راه تقريبا جاي شهرين هادي ثلاث شهور تاوقع ما دايروا معاه والو. وشنو المطالب ديالكم دابا؟ اش كطالبوا دابا؟ كنطالبوا بالترخيص. الترخيص ترخيص المطالب ديالنا تنطالبوا بالترخيص. شوف شوف وضح لينا للمشاهدين كاع المطالب ديالنا. الترخيص ديالاش بالضبط؟ السلام عليكم. بعدا قدم لينا الهلالي الميلودي سائق شاحنه في الرمان. حنا كنطالبوا بالترخيص ديالنا، حنا اصلا ديجا كنا كنخلصوا، فرضوا علينا واحد القانون وجدناه صوبناه، كل من هي وثيقه طلبوها لنا وجدناها لهم، بصح اللي كندافعوا كيرفضوه لينا. حنا دابا باغي نخلصوا، باغي الترخيص ونخلصوا القانون ونقصوا. حنا عطينا واحد 50 سنتيم مكشوفه اللي كنشارجيو، لما كنشارجيو شي حاجه تنخربوا البلاد ولا كنخسروا الويدان. سنين راه كانت عندنا وقطعوها علينا، راه كانت عندنا كنا نخلصوا. ملي كانوا يديروا جمعيه درنا جمعيه، عاوتاني درنا تعاون، طلبوا لنا التعاونيه درنا تعاون. وبلادنا هي الرمال، حنا هي القوت ديالنا، حنا غنديوهم من غير الرمله. سوا حاجه لا بغاونا نبيعوا هاد الكاميونات وصافي، ونهزوا ولادنا ونمشيو نديروا برارك حتى حنا ونمشيو نهبطوا للقريه ونخويو البلاد. ما بغا يشردونا، بغا يشردوا لينا المحلات، وهادشي اللي كاين. كتقول لينا شحال من العدد ديالكم نتوما؟ العدد ديال الكاميات؟ فايته فوق 40 كاميو، فايته فوق هي، وكل كاميو كيعيش واحد 12 اسره ولا هي. كاين اللي هاجرت اخويا، كاين اللي هاجرت، كاين اللي مشيت ما صاش تاكل هنا. السلام عليكم خويا، اسمح لي الله يجازيك بخير، بغيت ندوي معكم وسمحوني. حنا كنهضروا على الحق ديالنا، الله يجازيكم بخير، كنهضروا على الحق ديالنا، بغيناه. حنا بغينا تخلصوا لنا على القانون ديال الرمله، حنا باغينها تماله، بغيناها كيصاوبوا لنا القانون ديالنا وكيحبسونا. دابا دابا أربعة الكاميوات ولا خمسة اللي مشدودين، علاش مشدودين؟ خاصنا نعرفوا علاش شدوا هاد الكاميوات. اش فين غنمشي أنا؟ أنا باغي نخلص القانون ديالي، بغي نخلصه، الله يجازيكم بخير، أنا ما باغي حتى حاجة، أنا ما بناقوش فوضى. انا باغي ها القانون ديالي خلصوه ليا. فين ما مشاو الرياض ديالنا كيبغيو يصاوبوا شي حاجه كيحبسوها. احنا هاد الكاميات راه كاين اللي مشى، كاين اللي هاجر، كاين اللي رشق، كنديروا لهم فين غنصيفطوهم؟ يلاه قول لي ديال الجيران لا مخلصين من الرخصه. كاين شحال من كاميو مسكين هاجر زيد، كاين اللي خلى ولادو زيد، كاين اللي رشق، كاين اللي كاميو عنده واقف ما صافش باش يخلص ليه الوراق. اليوم هذه 15 وحنا واقفين في الغوالم ما صرناش حتى باش ناكلوا، ما بغاو يديروا معنا حتى حل. احنا بغينا ها القانون ديالنا، الله يجازيكم بخير، ديروا معنا شي حل. الله يرحم الوالدين، الله يعيش الملك حسن الثاني. هادشي اللي طالبين، حنا طالبين على القانون ديالنا، الله يجازيكم بخير. حنا كل دولة تحبسنا، علاش غيحبسونا؟ بغينا القانون ديالنا، الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين. كاين شي قانون خلصوه لينا، خلصوا لنا القانون ديالنا، تحنا نخدموا كي الناس. دابا حنا ولينا نبغوا نشارجوا الرملة، شدونا جدرمية دخلونا، واللي دخل كاميو اللي دخلوا الكاميو ما بقاش يخرج. فين يمشي اش غيدير؟ كاين مسكين عم شروك. يلاه قول لي، وحنا هاد الرملة هي باش عايشين؟ هاد الرملة أنا كنهضر معاك شايفور، أشنو غندير؟ يلا عندي ربع الدراري كيقراو، يلا كندير باش غنعيش هاد الولاد، نمشي نطلب، نمشي نشفر، الله يجازيكم بخير. أنا بغيت على القانون ديالنا، حنا بغينا نخلصو. دابا شحال من واحد مبغاش يخلينا نخلصو؟ حنا راه ما عرفت شحال من سنة هادي، حنا كنتعقل كاين اللي كاميو راه رشق قدام دارو باش يبيعو. خويا تفضل شي واحد الله يجازيك بخير. قلت شوية بأنكم نتوما كتمارسوا هاد المهنة ديال الرملة. تفضل شي واحد. من السبعينات تنمارسوا، حنا هي من جدودنا هي كيكو، من جدودنا هي ملي حلينا عينينا حنا كيكو، راه كانت بلا رخصه، كانت هانيه ما كاين حتى حاجه، عاود شويه رجعت الرخصه. تنخلصوا كنا نخلصوا المياه والغابات ونمشيو، عاود شويه ولات بن سليمان ولينا نخلصوا فيها، عاود قطعت كاع دوكا حبسوا علينا.
جوي اخرى راه خالص الرخصه كاين خدام من بيع الناس حيد على المنطقه ديال زعيم. شكون اللي قال لك بلي جيراننا ما جيراننا؟ اجي خويا اجي. بلي خيران اجي قول لنا شنو خويا شفت. عطيه الميكرو. بلي خيران مخلصين من الرخصه ديالهم. بلي خيران. مخلصين الرخص ديالهم. جيراننا. بينا وبينهم 3 كيلومتر. مخلصين بحالنا بحالهم في الويدان وكل شيء وخدامين على روسهم. تاهما عندهم تعاونيه قال لي. تاهما عندهم تعاونيه خلصوا من الرخصه ديالهم. في شهر خلصوانهم. حنا شهر دوزنا في الغوالم دابا. ما عرفتش السبب. ما عرفناش السبب اشنو هو كاين. السبب نتوما باش سحبوا منكم الترخيص اللي كان عندكم في الاول. كنتو كان عندكم ترخيص في الاول. كان عندنا الترخيص. كنتو كتاخذوا الرمله. كنا كناخذوا الرمله بالقانون ديالها. ولكن علاش تسحب منكم الترخيص؟ والله اعلم ما فهمنا حتى حاجه. ما فهمنا حتى حاجه. ما فهمنا حتى حاجه في هذا الشيء. طلبوا منكم تجدوا. طالبوا منا. كل شيء قال اوراق اي حاجه طلبوا لنا تنجيبوها لهم. كل شيء. اي حاجه. كل شيء تجيب لهم وما بغاش. والو. مشيتوا للاداره. ما خلينا خويا تباب. ما خلينا تباب. حتى اي اداره ما كل شيء. كلهم البيبان طفوا. ماشي سبب والله اعلم السبب باقي ما عارفينوش حنا شنو هو السبب. السبب اللي عرفناش شنو هو هذا الشيء واقع. ما قالوناش حاجه نشوفوا اش غنديروا. حنا ما قالونا حتى حاجه. اليوم غدا اليوم غدا حنا ما قالونا حتى حاجه كون عقالوا لنا شي حاجه غنعرفوا اش كنديروا. حنا كون في راسنا شي حاجه ما نجيوش 15 وحنا باركين الغوال ما نجيوش غنجيو نديروا. كون عبي قالوا لنا شي حاجه ما غاديش نجيو لعندكم. حنا جينا عندكم الله يرحم الوالدين يعطيونا حقنا الله يجازيكم بخير. حنا باغيين نخلصوا القانون ديالنا خلصوا لنا القانون ديالنا حتى حنا كاع الناس خدامه البنادز راه مخلصوا تطلع الخريبكه يوميا. حنا مالنا ماشي ماشي المغرب حتى حنا من المغاربه. انا ويح الغوالم ما عرفتش مالها ما فهمتش اللي طاح فيها الكاميرا طاح تتشد الكاميرا تشد تدخل الفوريان ها هما جوج رشيو راه شكون هذا الراجل اللي غيمشي يخرجهم يعطيونا شي حق. حنا بغينا حقنا الله يجازيكم بخير بغينا حنا حقنا خلصوا لنا القانون ديالنا حتى حنا كنا تشدوا الكاميرا تخرجوا والكاميرا تاعنا حنا بالمنطقه ديال زعير تشد تفضل شي واحد اخويا تفضل شي واحد الله يجازيكم ما تتصابش عند الرخصه تفضل شي واحد كاش عند الرخصه ديال الرمل اللي هاز ما تتصابش عند الرخصه كاش خليك كيمشي الفوري تيمشي الفوري ايوا الا كان هاج واحد اخرى تيمشي الكاميرا يتشد وما يمشيش الفوري يعني علاش حنا بالشرط حنا اللي مشينا الفوري انا خلصت عدم ترخيص قلتي لي عندهم ترخيص عدم علاش هما تخلص لهم الترخيص وحنا ما تخلص انا خلصت 50 الف فرانك للمترو العقاب هو هذاك خلصته والكاميرا تيرشم المخشوش ما فهمتش علاش خلصتي القانون ديال الدوله خلصته خلصت الخطيه وما بغاش يعطيونا الكاميرا خلصتي ليه 50 الف فرانك للمترو اللي كاينه في القانون خلصتها كاميراتي 7000 درهم وقيلا اللي تخلصتوا الكاميرا في الفوريان ما باش راه هذه 6000 سنين راه اللي طاح من هذو غيجي واش مليون كفاله مليون كفاله باش خرج شايفه وتبلان ما كاين دابا سبع سنين باقا هذا قال كاين متيرشه في المخشوش شحال هو باش مشدود كاميرا سبع سنين سبع سنين باش مشدود دابا ها الاخر تا هو 3 شهور مشدود تا هو راه سير غدا سير بالدار راه اللي تشد من هذو غيدخل نفس المشكل خويا السلام عليكم احنا خويا مثلا تنطالبوا هاد تشوف هاد الشاحنات هذا واحد 600 ايد عامله باش عايشين كل ما عايش الاسره ديالو وما عايش والديه وهاد الشاحنات راه فيهم واحد جوج تيعانيو بهذا السبب العنف ديال الرخصه ما بغاش تعطى وبني خير انا جيراننا الحمد لله هذه يلاه شدوا واحد 4 شهور عامين باش خدامين دابا وجيراننا بينا وبينهم مع 3 كيلومتر وهاد العنف اخويا هاد الناس تنطالبوا والله ينصر سيدنا والله يشافيه وحنا ولاد القانون وحنا تنطالبوا هاد الناس المسؤولين يعطيونا القانون ديالنا باش نخدموا باش ناكلوا طرف ديال الخبز وحنا معاك شتينا وليداتنا ومعاك شتينا والدينا راه دابا قسمك بالله العلي اليوم الشحنات فاش واقفين دابا راه سولي درهم عند المخاقر فينا عند سبع من الخدامه سولي درهم في جيبه انا واحد منهم القرا وحلت فيه وهاد الناس تنطالبوا الناس المسؤولين الله يهديهم وهاد الشيء اخويا راه ماشي الناس هاد الناس ما باغيش القانون باغي القانون ولكن كاين العنف شي غايطان فماشي كاين العنف مورا هاد الشيء اخويا راه لا لي عقل واحد خدام حداك جارك خدام قانوني وانت خدام عشوائي في كيا من وحاله ودابا تشد الكامي ودخل ودابا تشد الكامي يقول دابا هاد السيد اللي كندوي معاك مصطفى فرح اللي كنهضر معاك راه 6 سنين وقام مشدود على الشاحنه ديالو راه تتعاني في المغشوش ويلاه دابا شهرين باش مشدود الاخرى دابا هما 5 الكيميات اللي مشدودين شي عاني ولا اسباب الرخصه ما بغاش خلصوا الناس تنطالبوا هاد الناس الله يهديهم والله ينصر سيدنا والله يطول عمر سيدنا وعيش الملك حتى تنطالبوا القانون وشكرا الله يرحم والديك.
شكرا لك، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، كنت معنا بث مباشر من مدينه الرمالي. كيف كتشوفوا كانوا معنا ارباب ديال الشاحنات المحتجين اللي كيحتجوا على الرخصه ديال الرمال اللي كياخذوها من الويدين. بانهم قال لك بانهم كان عندهم ترخيص سابقا ولكن تسحب منهم وما تعاودش تعطى لهم. مشاهدينا الكرام، نتلاقاو في بث مباشر اخر باذن الله.